هل الذي يقوم برمي المخلفات من أوراق ومعلبات من نوافذ السيارة أو هو ماشي بالطريق ينقص شعبة من شعب الإيمان؟ لأن أدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وجهونا في ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن أذية المسلمين بأي نوع من الأذى محرمة، ومن ذلك إلقاء القاذورات في طرقاتهم أو الأشياء التي تعرقل سيرهم أو يكون فيها خطر عليهم كالزجاج المكسر أو إلقاء الشوك أو غير ذلك من كل ما يؤثر على سير الناس في طرقاتهم. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، فإن إلقاء الأذى في الطريق يكون محرما ويكون من شعب النفاق بمدلول هذا الحديث الشريف ولقوله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، تخلي في طرقات الناس في ظلهم، وغير ذلك من الأدلة على احترام مرافق المسلمين، سواء ألقى هذا الأذى مباشرة وقصده أو ألقاه من غير قصد من نافذة سيارة أو نافذة بيت أو عمارة أو غير ذلك. الواجب على المسلم أن يكف أذاه عن المسلمين، ويستحب له أن يزيل الأذى عن طريق المسلمين، ويكون ذلك من شعب الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة بسبب شجرة أزاحها عن طريق المسلمين. كل هذا مما يدل على احترام مرافق المسلمين من طرقاتهم وغيرها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.